ديكور أصلي بيت الديكور. ديكورة الحمامات لها دور كبير في الإحساس بالراحة وتجديد النشاط والطاقة في كل الأوقات، لذلك فعند البدء في عمل ديكورات المنزل الجديد يعتبر الحمام من الأماكن المهمة نظراً لأنه يحتاج إلى العديد من الأدوات والديكورات التي لا غنى عنها في أي حمام، ومن تلك الديكورات سيراميك الحمامات، الذي يعتبر أحد عناصر الديكور الهامة في كل الحمامات، حيث إنه ليس فقط للأرضيات وإنما تتوفر منه تصاميم لتشطيب الجدران أيضاً. نصائح مصمم الديكور لاختيار سيراميك الحمامات. 1- ينصح مصمم الديكور باختيار أطقم حمام بألوان وتصاميم تتلائم مع ألوان سيراميك الحمام وتتلائم في نفس الوقت مع مساحة حمامك. 2- يفضل مصمم الديكور اختيار الخطوط الطولي في الحمامات التي لها أسقف منخفضة، بينما الخطوط العرضية فيفضل اختيارها في الحمامات التي لها مساحات صغيرة. 3- ينصح مصمم الديكور باختيار اللون السماوي أو الأخضر في الحمامات لأنها تعكس الإحساس بالراحة والهدوء، فهي تعتبر من الألوان الطبيعية المريحة للعين. وينصح مصمم الديكور بمراعاة اختيار أنواع السيراميك الجيدة التي تظل لفترات طويلة دون أن تتسبب في تسريب المياه وبدون أن تختفي من عليها الزخارف، حيث إن هناك أنواع رديئة من السيراميك تحتوى على مسامات يمكن أن تسرب المياه، كما أنها يمكن مع كثرة الغسيل أن تمسح من عليها الزخارف والرسومات. ونظراً لتطور الديكورات الرائع والسريع، فقد اهتم مصمم الديكور كثيراً بإضافة المزيد من الأنماط لتزيين ديكورات الحمام، كما ابتكروا منه أشكالاً وتصاميم رائعة، ويوجد العديد من الخيارات أثناء اختيار سيراميك الحمامات، فقد يفضل البعض اختيار سيراميك حمامات كلاسيك أو اختيار سيراميك حمامات مودرن أو سيراميك حمامات رومانسي. وبالتأكيد يجب الحذر عند اختيار موديلات سيراميك الحمامات، حيث يجب اختيار أفضل أنواع سيراميك الحمامات الذي يظل محتفظاً بجودته لفترة طويلة، والابتعاد عن أنواع سيراميك الحمامات الرديئة التي تنتشر فيها عيوب التصنيع مما يؤثر في الشكل الجمالي للحمام. وسوف نتناول في هذا الفيديو جميع الأشكال العصرية من سيراميك الحمامات بشكل أكثر تفصيلاً وبالصور. تتوفر أشكال من سيراميك الحمامات تحتوي على زخارف أنيقة تعكس المظاهر الفاخرة لديكورات حمامك، وهناك أشكال أخرى من سيراميك الحمامات تحتوي على تعريجات بسيطة أو خطوط منها الرأس والأفقي. من الأشكال الحديثة لسيراميك الحمامات مزج لونين معا ويتم تشكيلها على الجدران أو بالأرضيات، مثل تركيب الأبيض مع الوردي، أو دمج اللونين الأبيض مع الأسود، أو الرمادي مع الأبيض والبيج مع درجات البنى المختلفة، مما يعكس أجواء هادئة وناعمة في ديكورات الحمامات. توجد أشكال من سيراميك الحمامات تحتوي على لون واحد فقط، وبالتالي يكون من السهل عليك اختيار ما يتلائم مع ذوقك ومع مساحة حمامك، وتتوفر أيضاً أشكال لرسومات جذابة مثل الأزهار وتركيبها على الجدار الرئيسي بالحمام، فإذا كنت سيدتي تفضلين تصميم ديكورات لافتة للنظر.